السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا الساعة، يا مرحبا المليون ما يسدن، يا أهلا وسهلا بالجميع وأشكركم على الدعم. لكن أنا استوعبت شيء الحين، خلاص كلكم تبون هاي اللعبة، ما تبون القديمة، ما تبون شو اسمه، تبون اللعبة هاي. وأبشروا، ليش لا؟ ليش لا؟ بس خلينا نختار اول شيء الشعار وهالسوالف الروتينيه. احنا مرينا عليهم قبل برزر، او انه مش بليزرد. خلينا نختاره، والله انا يعني من سنين، صار يمكن 10 ولا اكثر سنين العب وور كرافت. طبعا انتم ما حبيتوا وور كرافت، يعني ما بقول لكم شيء الصراحه، يعني ما عليه، بكون انسان محترم يعني صراحه. يعني انا من برازيل، محترف كوره. شوفوا علاوه مبيعات على كوره، اظن لا مش كوره، غريبه مع انهم برازيل. خلينا على امريكا، امريكا زين. اختار اعدادات اللعبة، بناية لا، المنصة عشوائية، فتح كل الميزات لا، تعطيه التعليمات هي. بعدين بدأ شركة صغيرة بجرب، اوكي الميزة اجسام زين انا اشوفه، وبنخلي الريال تصميم اللعبة فول، اوكي لان باقي الشغل مني بنحنا الناس صغير، فخلي يصمم اللعبة عدل، اوكي ورسومات زينة، السرعة سريعة، سرعته زينة، مش البطل. صوت وموسيقى، لحظة احنا دائما نقسم صوت وموسيقى، خلنا نعطيه صوت وموسيقى شوي زيادة على اساس انه سرعة عادية. طبعا مثل ما قلت لكم مشكلة البرمجة طبيعي، زين مشكلة البرمجة بشكل عام انه مثل ما تقولون الترجمة بالعربي للعبة هذه تخفف من مزايا اللعبه، يعني تختفي بعض الجمل في النص. يا الله اسمين ياي بالعيد. انزين هذه المعلومات يا ليتها ترجموا هاي بعد، كان بيكون وايد حلو الصراحه، كان بيكون شيء جميل جدا. بنبدا مكتب تطوير صغير، لان اول شيء نحن بنحتاج، خلينا نكون عاقلين، اوكي 3×3 حلو مع باب، وهو مفروض انه اكبر شوي انا اعرف، بس بنبدا بدايه بسيطه. عندنا 80,000، وهذا وايد مهم انه يكون سريع، اوكي اللي هو انا ابى اسوي بدايه صغيره متزنه على قولتهم، عرفتوا بدايه صغيره متزنه، نسوي اللعبه باتزان ونسويها شويه بعدل، نبدا فيها على طول تطوير لعبه عشان ندخل فلوس، نسميها مثلا مكة مكة صديق رائع، مكة مكة المهم للجميع، لازم ابى ابيع لكل الناس. اختار عنوان رقص أم حق ليل، والله رقص، دام ان الحين دارج رقص، ما بنختار، ما بقولهم شيء يعني الصراحة. اركيد، الغاز، لعبة مهارة، اظنها لعبة مهارة صح؟ اظن بتكون لعبة مهارة، اوكي بدون محرك لانه ما عندنا محرك اصلا، نحدد التراخيص كل شيء، عنوان فرعي ما بختار، رقص والموضة والله مع بعض اشوفهم يمشون الصراحة. اذا ان نجحنا فاللعبة بيكون شيء جدا رائع. بنخلي اللعبة لان المهارة، خلينا نشوف لحظة، خلينا نشوف شو رايكم انتم. ابى الحين في هاللحظه، في هاللحظه انتم تقولوا لي شو في الكومنت تحت، شو افضل لعبه تشوفونه وشو غلط انا قاعد اسوي، اوكي يلا. قلنا احنا لعبه سوري، خل ارجع بس اتشيك، رقص موضه، اوكي الحين ابا بس شو كانت مهارة صح، مهارة اوكي. ابا الحين انتو في اللحظة يكتبوا في الكومنت انتو شو تعتقدون، يلا نعطي 20 ثانية للكومنت، اوكي يلا خلصتوا، قولوا لي شو غلط انا بسوي الحين. يلا هي بسوي حق الاطفال، شو رايكم؟ لان كل مره انا اسوي حق الكل يفشل، نسوي حق الاطفال، اطفال يرقصون، هي يرقصون بارني وربعه على كمبيوتر، اللعب مره خل ماينس
ألفوه طول اللعبة طويلة متعددة الوظائف وايد حق مبتدئين لأننا حطينا أطفال، فبشكل عام الأطفال ما بيحتاجون، أظن ما بيحتاجون هيك. ترى في سر للخلطة، أنا قاعد شوي أغش بس ما بخبركم وين أبدا. إنزين بنخلي هاي 30 10 10 أوكي ممتاز ممتاز. هاي لعبة مهارة وظفناها بنسويها بالموجود حاليا وبنسوي اللعبة دايركت. طبعا هي بداية جديدة وشركة فرس وبتحسون خلي سرع اللعبة يلا يلا بسرعة سو 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 خليناك سريع مش على الفاضي. سوري بشرب قهوة يا جماعة الخير، انا انتوا ترجعوني للعبة كل مرة مع اني مرات تشوف شعار اللعبة جميل والله في تفاصيل حلوة ترى في اللعبة هاي يعني جميلة. بس اول شي بسوي بنزل لباتش اللعبة على طول، اول ما تنزل في السوق بنزل لها باتش واصلح البقات. مكة نزلت حلو، البحث عن ناشر نبغى واحد في لعبة المهارة يكون ممتاز، هذا ياخذ علينا اقل شيء $6 هذا مهارة ده اوكي مهارة اظن يرقصوا هذا بيلقون على بعض الموبايل اوكي ممتاز. اول لعبة حلوة شيء 60% بس يبالنا محرك لان المحرك شو بيسوي لنا المحل. اول شيء على طول خليني تحديثات تطوير باتش نزل لها باتش تكلف 600 ادفع ما عندي مشكلة وسيدة بدخل على مكتب البحث دايركت مكتب البحث ما في تفاهم. انزين 3 في 3 لا هذا المكتب كبير بيكون هب بنحشي فيه شوي الطباب عند المدير خليه يدخل عليهم تشيك عليهم دايركت. انزين بنحط لهم اثاث مكاتب ما هالمكاتب غالية عليهم لا لين يستوي عندنا فلوس خلهم خلنا نحشرهم في زاوية واحد اثنين يكفوني الحين الموظفين بزيادة ترى لأن نحن الهدف شو نسوي الحين أغراض متنوعة خلنا نحط لهم وردة نشوف هذا هنا يمكن مرطبات خلينا نحط لهم ثلاجة ماي برا اللي يبغى يطلع يشرب ماي. انزين وبنسير على طول نحط لهم دفايات على اساس ماي يموتون برد مساكين. حطيت دفاية في ذاك المكتب. زين هالمكتب ما يستوي مكان دفاية للاسف في دفاية صغار اهي في. انزين اوكي دفاية هني مو مشكلة دام حطيت دفاية زيادة مش غلط كل مكتب استوى عنده دفاية. مريبة طفاية حريق حق السلامة نحطينهم طفايات حريق حاطينهم وانتو كرامة الزبايل عساس يعقموا وراهم ما يوسخون الدنيا. زين زبايل هاي بيئة عمل شبه مريحة يعني ترى انا اللي انا افكر فيها بالنسبة لهم لمبة عمل خلهم يشوفون مقر عملهم عدل بتحسون تكاليف زايدة بس انا الحين قاعد افكر في المدخول مقارنة في المصروف يعني ها 30 نجمة وايد حلو شكلها 4000 بنعقف في هذا المكتب بني بموظف واحد هني بس نهايين اوكي غرفة الموظفين هيك وضع شيء حدود الموظفين زي ما انا بغرفة موظفين الحين نحن اللي نبغى نطور ما عندنا محرك الحين بنطور عنوان جديد اللي هي شو رايكم شو الدارج في السوق وما عندنا الغاز الاتجاه عصابات واركيد. نحن عندنا الاركيد بشكل عام هو ستاندرد موجود فخلنا نحط عصابات رجل عصابات واظن بيمشي نفس الشيء. زين اللي هو نحن بنسوي طبعا كل ما يزيد المحرك وكل ما يزيد معنوية المحرك عندنا تطوير باتش ما في شيء يحتاج باتش تطوير حزبة اللغة اضافات ما نبغى شيء الحين اوكي نزلنا باتش شليناه من البقات. بس شو بسوي بنزل تحديث على اللعبة وبعدين على طول بسير عشان نحرك منه نسوي محرك جديد بنضيف عليها شو نماط العاب ما في اصلح اخطاء نحن صلحنا الاخطاء في الباتش كله ترى بنحط لهم اهداف جديدة ومستويات جديدة بشكل عام. كم بيكلفنا هاي $800 خلاص خلها يشتغل الحين بموجب $800 الحين هنا انا قاعد استعمل هي الاستراتيجية الخرافية اوكي استعمل استراتيجية قوية على اساس
ان انا ممكن ارفع من مستوى اللعبه ولا مستوى الشركه مالها لمستوى ثاني، واشوف ما شاء الله عنا معجبين. اسمحوا لي عاد على القهوه. فاستوى عندنا هنا، ايوه، بحث عن ميزات للمحرك، دعم 4 الوان، احلى شيء على طول يطلع لي. ابدا اعمل الوان على طول، بسوي محرك وبنبيعه. بنزل شوي سعر المحرك مقارنه في السوق. شوف الحين تلعبوا اللعبه لازم يكون شوي المهاره عندنا فل. ثواني بس، انا اسف يا جماعه الخير. انزين، طلعنا من اللعبه، بندخل في لعبه جديده، لان الحين شو استوى عنا؟ بعمل الوان. شوفوا ما بطور، بسوي عقد عمل، عقد عمل جديد 10 اسابيع 288 وايد، 13 اسبوع 246 العمل. احس ان هذا منطقي. هل تقبل حقنا العقد؟ اي نعم. انزين، خلنا نسرع لكم اللعبه شوي ونسوي دعم ولا بحث جديد، لان شوفوا اللعبه زينه جابت لنا معجبين. وهذا مثلا تطوير محركك الخاص، اوكي ممتاز. انا الحين ابى بحث انواع جديده، ما نبى بحث انواع جديده لانه مكلف وما عندي فلوس، وما نبى على طول. نحن شو نسوي؟ لحظه، عصابات، لصوص، تصنيع، سباق، نبى اركيد تقييم. حلو يكون. انزين، وين يا جماعة الخير؟ العصابات، لصوص، عندنا مال العصابة، خلاص خلنا. يتمنون لغات أكثر بعض المعجبين، الحين بوفر لهم شوي لغات أكثر، شو رأيكم؟ والله حلو، أول لعبة نايس، طلعت لنا شو اسمه جديد، أصدرت لعبة إلى آخره، بلا 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 بلا. شوفوا سرعة الشغل عندنا حلوة ترى. أنا أحس إن المكاتب، خاصة المكتب هذا، أنا ثقلت المكتب لأنه هو بروحه بيكون. كمان درامبو تك. زين لحظة، خلينا نطور لعبة جديدة. زين، اللعبة بنسميها كلمينات، بتتبعوني على الاسم كلمينات. اوكي، بنسويها حق الكبار، كلمينات يعني، سوري مش انت، حق الاكبر. شوفوا انا هلا ما يعجبني، شوفوا الاسامي مش موجودة، يعني انا اعرف الحين هذا، اعرف انه ياهال، مراهقين، بالغين، اظن كبار، هذا شوف من شعره ما عندي اصلا. زين، مسوي حق كبار، مو مسوي حق مراهقين يذبحون الناس. رقص، لصوص، ليش ما حد يحب العصابات؟ بنسوي لصوص ارك. والله المشكلة اذا سوينا شيء ما بيعيب، انا اخبركم من الحين. خلي يكون في جرافيكس جميل، نرجع مرة ثانية لعبة فيها طول طيب، ما نبى وظائف فيها يا جماعة الخير، نبى فيها هذا. شوفوا الحين أنا بسوي بعدين بعد كم من حلقة، يمكن قايد كامل ولا تور، إذا نجح الموضوع طلع ناجح أنا بشرح لكم أنا شو سويت، بس اذا الموضوع مش ناجح ما بشرح لكم خلاص، اذا ما نجحنا في اللعبه. اتمنوا اللغات اكثر. شو لغات ممكن نضيف لهم؟ نضيف لهم ياباني، شو رايكم؟ نضيف لهم لغه يابانيه، يابانيه يحبوا يلعبون. نسوي نكست، صحيح، خلاص. احنا هني بنسوي لنا بحث عن واجد البحث هذا، شو كان نسيت، شفت 6 سوالف غاليه ما بدي اسم الحين. الحين بنحط لعبة جديدة في السوق، أحس إن غلطة كانت تخليه بروحه يستوي. معلومات، شو المعلومات؟ ما ضبط ملف الترجمة مالنا يا جماعة الخير هنا. إنزين، هذا وايد مبطئ اللعبة ترى وما لنا فلوس. خلينا نشوف تقييم اللعبة. كشك صغير، لا تشارك. ما بشارك، ما بأخذ سلفية من أول اللعبة لأن حرام، بصراحة حرام، بصراحة حرام. نعم، اريد نشر اللعبة، بحث عن لاش، لعبة مهارة، 7 دولار، لا 6 دولار. زين، ممتاز، اوكي.
كيرم وسوي شغلات ثانية. 53 خلنا ننزل عليها باتش فيها 7 بقات اللعبة. انت لا تملك المال الكافي. هني انا هذا الجزء اللي اكرهه. انت لا تملك المال الكافي. ليش الكراهية زين؟ او سوري خل بنك. انا والله ما بغيت سلفية بس. التحديثات الباتش قلنا. ونسير فيه. خلنا نشوف شو بيسوي لنا الباتش في اللعبة. شوف 53 يعني. المفروض انه يدخل اللي عليه يعني. بالنهاية الجماعة خلي يسوي التايتل الجديد اللي هو بنخسر نحن شوي على عناوين. والله ما ادري شو اسوي. والله تعرفون شو كرة قدم؟ لا أبا 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 أبا. والله ما أدري. نسوي مدن. خلنا نسوي مدن. ونهني بنطور لعبة جديدة على طول. تطوير لعبة إلى لعبة لأن عندنا فلوس. لعبة اسمها World of Cheesecraft. هذا إذا فهمتوها مصيبة الصراحة يعني. أول شيء شنو اللعبة اللي بسويها؟ لحظة ولا أحدد الناس. بختار شو رأيكم بعد دانس جيم لأن كان مشروع ناجح. فخلنا نسوي الدانس. أوكي. رقص ما اعرف. رقص زين يمشي يا جماعه. شو رايكم رقص؟ ما اعرف الرقص. وحطي اظني سيميليشن بحطيها المره ولا ما يشتي الغاز وهذا رقص والغاز ما يمشي. خلنا نسويه لصوص الغاز. اوكي مش مشكلة. رجل عصابات ما حد يبغى يلعبه. بنحطي محرك. ما عندنا محرك سوري نسيت. وما حددنا نحن حق منو. واو لازم نحدد حق منو. بسوي حق الشيبان. نجحنا مع الصغار بس ما نجحنا مع المراهقين ولا الكبار سوري. ننجح مع الشيبان يمكن. الشيبان تعرفون يحبون السوالف. خل نسوي نكست. لعب خلي يولي. شيبون في اللعب. لعبة يبون طويلة شغالة عدل. جيم عميق لان كبارهم. لعب عادي. بنخلي جرافيكس حقهم رسومات فل. بنقص هذا وهذا. بنصير فل. بنحط لهم ياباني. وبنصير الى التالي وبنسوي لعبة. الخطة الجاية محرك جميل. 8 سلندر. سوري سخافة صح. اوكي خلينا نعمل اصدار اللعبة. بنتفاهم مع اصدار محرك على طول. تباع بشكل زين ويأخذ ضرب في تفعيل حماية النسخ الألعاب. أوكي هل هذا دخل اللي عليه؟ World of Cheesecraft ننشرها على طول. قلنا مهارة صح ولا أركيد كانت؟ الغاز كانت صح؟ والله ما حيد نفس العنوان. 43 ما حد يبغى أصلا خير شر. بس بنسوي له باتش وبسوي محرك. بنسوي محرك جديد. تطوير محرك على طول. محرك جديد اللي هو اتفقنا نحن KF خليل فانز V1.01 تحسين الى اللي هو الحين دارج عندنا الغاز. ميزاته دعم الوان فقط. ما نبغى شيء من البنك. بنبيعه ب6000 اساس انه يمشي. بس بناخذ 12%. ما اعرف انا شو ما مدى نجاح الفكرة هاي بس بنشوف ان شاء الله كيف بيمشي الوضع وياها.
والله وورد اوف تيز كرافت شكلها قاعد تمشي بشكل جيد. كل مينات والله جابت لي 39,000 وشويه. الحين احنا الطريق للنجاح استوينا من افشل شركه في العالم الى شركه اللي غصب شالها بعمرها. مو مشكله عادي، اجسام خلينا نطور اجسام. هذا بيكون في المحرك الجديد اللي هو فيرجن 1.02. يا جماعه بشركم ترى 2. هوسبيتال باكر بيستوي لها ريليس، انا عن طريق الستيم اشتريتها وانتظرها فقط عشان العبها لكم. وللحين جالس انتظرها باذن الله تنزل لنا وتكون مشروع ناجح. وورد اوف تيز كرافت والله من اسمها انا ما عينت منها خير. بحث عن ميزات موسيقى للكمبيوتر، ومشكلة الفيرجن 2 بيكون شوي اقوى من اللي قبله. بعد المحرك هذا بنسوي لعبة اخيرة وبننهي الحلقة هاي. عندي موظفين يبالهم الله يعزكم حمام صح؟ الان مش تطوير سوري، بنسوي لهم الله يعزكم دورة مياه. 243 ما يسوي، لازم 3x3 اقل شيء. شو من حمام عود هني، ما اعرف اذا يستوي حتى شيء هني، اظني غلطان انا شوي. بس بنحط لهم دورة مياه الله يعزكم. سوري اوبجكتيفز وين صار دورة مياه الحمام، خلي يخلصون بسرعة اللي انا فهمته، مش له داعي ساعة يتمون. نسوي هني ونحط لهم مغسلة طبعا هني، بس ما يبغى شيء ثاني خلاص. اوكي ممتاز. هاي اللي عندهم شيء ثاني يسوونه؟ هاي الغاليات علي الحين. بنسوي بحث نوع جديد من الالعاب، الخمس والرخ مغامرات. خلنا نسوي مغامرات شوي، لو انه بخسر خمس اكثر من 50,000 خسرت انت صح؟ لا تحتاج الى شرح. نعم صحيح لا تحتاج الى شرح. افضل موسيقى طبعا، اسوأ لعبة لازم تكون انا، ما عندي ولا لعبة في التوب، ولا لعبة في التوب عندي ابدا. انزل خله يطور محرك جديد، تحسين محرك قديم، بركة ميزات بنضيف عليها الاثنين هايل بندق صح. في بلس بنسمي لان على طول طورنا، بنسوي ب 8000 و 12% زين. بنطور الحين لما نجهز المغامرة بنحط مغامرة، بنحط لعبة مغامرات. دنان يبالنا مغامرات صراحة، يبالنا مغامرات من خاطر. يا جماعة أنا شفت إنكم حابين سلسلة فترة كملتها وتوبين هتسبتال جاية. وفي شيء ثاني يمكن أسوي حلقة أسبوعية، يمكن سيتي سكاي لاين أسويها حلقة أسبوعية، نرجع نلعب أسبوع بأسبوع بروجرس خفيف. لأن شفت وايد طلبات خلال آخر شهرين على سيتي سكاي لاين، فأباكم تكتبوا لي في الكومنت هل تكتبون سيتي سكاي لاين. شليته طيرته أنا. بحث عن ميزات جديدة تعرف إذا التحكم، والله هي غلطة على فكرة، لأن الحين بسوي لعبة ما بيكون عندي فلوس، بس ما أحب أخليهم فاضيين، أحب أكدهم كد أحلل أبور واتبهم، بس مرات يحللون فلوس شركتهم. أشوفوا هل تبون سيتي سكاي لاين تطوير لعبة، لعبة اسمها ادفنتشر اوف بي بوب. انزين تكون حق المراهقين، لا الكبار قبل الشيبان. بلا 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 عنوان 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 رخص ملينا منه، بس دارج الرخص. موضة، بنحط موضة. ترى المشكلة كل ما يزيد نجمة، سوري كل ما يزيد نجمة معناه ان تشانس مالي في اللعبة افضل، اني اوصل الناس بعدها تباها. فخلنا نسوي مغامرة، بنختار لها فرع على الغاز. فيها مشكلة ما فيها الغاز الموضوع يعني، بسوي مغامرة تركس. بنختار محركنا اللي هو كي بي بلس، بنحطيها على كمبيوتر شخصي. وخلنا نشتري شيء ماسك كمية من السوق اللي هو هذا كتاري، اللي هو اتاري في الواقع. انزين بنحطي لنا اتاري لتكلف اللعبة، بناخذ يا اخي كل شوي اخذ قرض، انا بخرب اللعبة بعد ما توي معدل الامور تعرفون.
يبون جو فول، يبون شوية أقل من العمق، خلي حق لاعب عادي مو مشكلة. حماية النسخ، شراء نسخة، أنت لا تملك المال الكافي. إنزين مدق نكس، فيها لغة بنك، بنقترض 250,000 لأن أنا معين خير من وراء اللعبة هاي. حماية نسخ، شراء حماية نسخ، نعم 10,000. نختار حماية نسخة هني. المفاهيم لا ما بنسخ شيء قديم لأن هاي مغامرات جديدة أصلا، حطينا فيها اللغة اليابانية، أنا أحب أسوي اللغة اليابانية ما أعرف ليش، كل شيء عندنا مدعوم هني الحينة. فهذا حلو ان فيها اجسام اللعبة، ان اللعبة في النهاية هي دانسنج، الناس لازم تتفاعل معها. شو تتوقعون مستقبل الشركة، باشل ولا باهر؟ خبروني وقت تكتبوا لي تحت في الكومنت شو تتوقعون، هل افشل مرة اخرى؟ لان هاي اللعبة مش من الالعاب اللي يمكن انا ابدعت فيها، لكن من الالعاب اللي انتم حبيتوها شيء اكيد. خلنا نشوف، يلا اللعبه والله طولت لان فيها وايد ميزات، والمشكله يوم تطول اللعبه ما عندي معجبيني كلها راحوا مع اخر لعبه. رول نوت اواي، الناس قاعد يصدرون العاب 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 العاب، مرت علي سنه وانا في الشركه وخذ قرض مرة ثانية. المهم خلنا نسوي لباتش اللعبة، بدنا نصدر على طول بسير، بس إن شاء الله الريتنج يكون عالي. عندنا فلوس، شوف عندنا فلوس، أنا بختار اللعبة هاي بعين منها خير، أوكي؟ في 800 معجب، 800 معجب هاي، بعنا 13,000 محرك. شوف المحرك شيء جميل، والله أشكر أشكر كل اللي نصحني إني أسوي محرك صراحة. وايد 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 فاضني موضوع المحرك بشكل فظيع جدا. هل تريد نشر اللعبة؟ البحث عن ناشر. هاي كانت لعبة مغامرة، هل ناخذ؟ نعم. يا اخي ليش 41 في الدنيا؟ ليش 41 في الدنيا في المية قصدي؟ ليش يعني شيء يكبت الواحد؟ انا اقول الصراحة المفروض اني انا انسان مستويات جديدة حملات جديدة. 3,000 درس رفع عليها دعاية وهذا وما الى هنالك، انزين قبل لا تطلع برا السوق. فاذا تم وضع فاشل بالطريقة هاي يا جماعة، طرقي انا فشلت، اكتبوا لي تحت في الكومنت شو الطرق الصحيحة حق نشر ولا صنع اللعبة في هذا المجال. انا بسمع منكم الحلقه كله، بس بسمع منكم، ابى اقرا منكم. ادفنتشر اوف بيبوب، شو السالفه؟ انا شفتها تحت مكتوب بس ما لحقت اقرا للاسف. انزين ردينا نزلنا مستويات جديده، بنسوي ما بنسوي شيء الحين، ما بسوي شيء الحين، بشوفكم في الحلقه الجايه. لا تنسون شير لايك كومنت، ما تم لي شيء 10 12 1 على 1000 مشترك، اتمنى توصلونا في الحلقه هاي. مشكورين يا جماعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.